البيوت بيت فلافة طابق قديم فلافة حجر وحمام شكله يربى حمام فوق البيت. خلنا ندور، كل شي غالي ما نقدر نشتري شي. للبيع بي ام دبليو موديل 2000 وفلافة. زين حط السعر لكيف نعرف. اوه منهم اتصل ما يخلونا في حالنا، ما نقرا شي يعني له. اوه وش تبي الحكومة ما تخلينا في حالنا، طلباتها ما تخلص. الو الحق علي يا ولد عمي، وين صاير بعد؟ اكو دخل الحجره واني ماني عارفه وايش اسوي. من هو اللي دخل عليش الحجره؟ تعال بسرعه. لا وايش صاير بتعمي؟ الحق علي. مو طبيعي، انت جاينش من هو؟ الحق بسرعه الحق. وين صاير انت من الركب اليوم؟ وانا المنجال جاي النش علي. لا العمود ما يسوى. جاي مش جاوى اليوم يا قاتل يا مقتول، التملى الاركام. وين هو بتعمي؟ جاي مش جاوى لنا. وين هو؟ ما انا شايف شي. الصرصور لا الصرصورة. الله يغرب الابليسش، نادت النعل شان صرصورة. ايه صرصور. اللهم صل على محمد وآل محمد. وش هالنسوان تخاف من صرصوره؟ وي 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 وين نسوان قبل؟ تجود صرصور تسوي ليك كذي؟ ويلي 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 ما تخلينا في حالنا. اوه منهم اتصل بعد هالحزه؟ ويلي 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 ابو علي وش يبا؟ الو الو وين انت؟ هلا ابو علي هلا. 10 مرات اتصل لك ما ترد علي. وايش تسوي يا ابو علي؟ صارت لنا حاله في البيت وانا مت من الحرق قاعد احارسك برا. ويلي 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 تعال، شلون دخلت يا ابو علي؟ وين ارخل مرتك هني؟ ارخله البيت بيتك، انا في المجلس. ويلي يا ابو علي سوي لي طريق، سوي لي طريق. حياك حياك درب. يلا 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 حياك ابو علي. يلا ويلي ويلي وش في المحل معفوس؟ ويلي يا ابو علي ذبحتني هالمره. وش مسوي بعد؟ وش حالك؟ حياك الله. استريح ابو علي لحظه خلنا نعدل المكان. شيل هذا، وش فالت لين انت؟ ما اقول لك القصه يا ابو علي. وش سوي؟ وش هالقصه بعد؟ هالمره قاعد تصفح في هالجريده. زين اول شيء عدل هذا. لما اتصل لي المره اكو دخل علي قلت حطاب بالبيت وكان ادور وين المنجل كان احصل الشاول. قلت الدم للركاب وركيض كان بتعرقل من هالفوب. وصلت الحجر اقول لها ها وينه؟ تقول لي اكوها فوق الكبت. وينه؟ ما انا شايف شيء. لا تقول لي صرصور. الله يغرب. وين راح ادك النسوان؟ تجود لك الغنم تسوي لك كذي وتقول لك تبوي مكبوس لو مندي. ايه هذا راحوا. استريح ابو علي استريح. توني بقول لك حتى ما قلت لي استريحه. استريح
وين وين يا الله وين هلكتني هالمرة وين 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 وانت تتابعها بعد هسه يا ابو علي ما نقدر وايش الاخبار بعد يا ابو علي وين وين نشف ريقي الاخبار ما تصير يا ابو علي قلت لها تجيب لك ماي له خلها في حالها بي الصرصور ده الاخبار ما تصير يا ابو علي وايش بعد وايش بعد خلاص نويت اطلقها طلقها اي خلاص حقوه علشان صرصوره لا يا ابو علي بطلق ام الحناين الغاليه منها سيارتي سيارتك انا فكرت بعد شي ثاني ايه خلاص تزوج واحده ثانيه بعد بتطلقها لا لا يا ابو علي انت ما عليك تشوف لي شراي الشراي جاهز ولا يهمك بس عادي يا ابو علي ها عندي شروطي انا وش هالشروط بعد اسمعها زين اول شيء اب رجال ملتزم ما شاء الله وفاني شيء رجال يصلي زين وفالف شي رجال يصوم وفوق هذا يا ابو علي اب رجال يخمس وما يخمس بالسياره ما شاء الله لا يكون انت متناسب والله بالزوجه بالتوك واسمع هذا الشرط يا ابو علي ابو واحد ما يطلع بالسياره ريسات وكل يوم يغسلها ما شاء الله وش هالشروط هالفاشله هالباسكل عجل انا كل يوم اغسلها ومهتم فيها وبعدين واحد يحصلها كذي وما يسوي فيها دلاعه ويدلع بها اقول لك انا قول يا ابو علي خل عنك هالسياره واليوم الخميس قوم خلنا نروح نشتري لنا سمك لا يا ابو علي صدق نسيت انا موعدنا له قوم 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 انا خاطري في شعريه انا بعد ام بقيون يلا يلا خلنا نروح السياره نغسلها اول وبعدين نروح اوكي بس تعال مو انت الصبح مغسلينها لا ما علي يا ابو علي زياره الخير خيرين اقول لك انا شيء اول شيء نروح سوق السمك بعدين نجي نغسلها عشان لا تصير ريحتها سمك لا يا ابو علي فكر عاد ما علي امرنا لله يلا نمشي يلا 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 ها ها ايوه ايش بعد فيها الجريده قاعد نقراها البيوت لا غاليانه لو نبيع بيتنا ما نحصل لنا ربويتين لازم تشتري بس كذي ندلع حياك حياك يلا درب وينش يا بنت عمي وينش اكو جبنا الشعري مال بحر ستره وينش انزين خلف الحوض خلف الحوض انا زين مني وصلت المجلس تعال اخدي من هنا ها اقول لك خلف البؤ بالحوض لاني مشغوله لا تخلينا اوقف المسرحيه على هالسمك تعال هنا واني فاضيه لك يعني توقف المسرحيه على حسابي انا بلاي مش ماري وبلاي ما ادري وحق اجي حطه في الحوض يلا عاد امرنا لله جاي النش وايش سوي بعد عاد هاي يا بنت عمي ام بالشعري تسوينا مكبوس وتحطين داخل بهارات وتحشينه وليه امك وبخلفي بعد وميابس واهم شي كثر البصل بعد انزين ويلي ويلي ما تسوى علينا يا رايحين مغسلين السياره يا جايين من السوق هذه حالتنا خلنا نطالع الواتساب احسن لنا ويلي 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 وش هالجروبات اللي ما توقف كل ما نطلع يدخلونا خلنا نشوف الانستغرام مالهم هدوه واحد حاط له غدا واحد حاط عشاء وهذا حاط ريوقه نعرف اسرار بيتهم قبل لا هذا نعرف اسرار بيتنا وش هالحاله بعد نشوف بعد وش هذا مصور لنا فار ميته اسمع هذا ما يوقف من الجود مورنينج قوات بعد مساء الخيرات وش نسوي خلنا نصور ونحط في الانستغرام بعد ضحكوا عادلة ما يوقف هالانستغرام ويلي ويلي يا ولد عمي الحقني الحقني اها ما تخلص سواليفش انت الحق بسرعة شوف ويش شفت له ويش صاير داخل على شفار لو سنور تعال العين
اقول لك لا تتطنس. اجيب هذا المشاره لو اجيب العمود. اقول لك تعال. باجيش باجيش يا علي. هذا وين تين؟ كله منادتني ما تخليني ارتاح. تعال شوف وش شفت. انا شقيت بطن السمك وطلعت لي هادي ما ادري وش. هادي يا بنت عمي شكلها مجوهره. ها يا بنت عمي. الله يسمع منك يعني منصير اغنياء. لا 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 شكلها بلاستيك. اوه لا تفاول علينا. لا حقوه افاول عليش. تبغى نقص عليش واقولش بلاستيك. انزين ليش ما تروح تشيك في دكان الذهب والمجوهرات بيعرفون هادي ويشو. تبغى نطنز على روحي اروح واتفشله. لا تنازه ولا فشيله. اذا انت ما بتروح عطني اياني بروح. هادي انتي نستاذة حق الطلعات كله بطلع وبروح. خلش خلش محلش سوي لنا صافيتين وهالشعريتين ونم اليوم مجبوس عدل. انا بشوف ابو علي حين بتصل ليه. وين هذا رقمته ومتصل لي بسرعة اتصل. يلا عاد انتي كلها مستعجلة. استعجلي على غداش له. وين ابو علي وين ابو علي. ها ابو علي كيف الحال؟ اه تعالي البيت تعالي. ويشو بتطلع؟ ما عليك تعال البيت انا عنديك موضوع. والله تدري انا بطلع عليك الحين برا البيت بضرب السيارة سلف وتعالي. اه يلا يلا فمان الله فمان الله باي. سلام عليكم. سلام عمي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اخبار عمي؟ كيف حالك؟ الله يحييك الحمد لله. يا عبد القادر. نعم عمي. كيف حال البيع؟ بيعنا اليوم بتحصله تحت هنا عندك. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. وانت وش تقول يا ابو علي؟ يا عبد القادر نعم عمي. الساعة كم فتحت؟ الساعة السابعة. أحسنت. وش تقول يا ابو علي؟ ها؟ اقول شكلها صدق دي. لا 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 انا خايف تطلع مو صدق ونتأدى نتفشل. على وش تتفشل؟ تتأكد من هيدا صدق بيعطيك بيزات. يا عبد القادر ما ادري. وش رايك نروح الدكان الجديد لو الدكان القديم؟ ها ترايح مني وتبغى تروح الدكان القديم؟ وش دراني بك انا مختبص قاعد اشوف هلا. وانا امشي وانت توقف لي احارس لما وانت تتمعن فيها هذه ما ادري وش عندك فيها. انت حن وش رايك فيها؟ شوفها اشوف جيبها. خلها خلها كل شيء. هذا انتوني الفقار ما تشوفون واحد عنده شله امبو امبو. ان شاء الله لا تطلع بلاستيك. لا بتطلع صدق. خلنا نروح لهذا اللي يشتغل فيه عبد القادر مال فريقنا. يلا يلا دلية. ايه اكو عبد القادر له. هذا عن المكانه. ايه هذا هو. تعال مني عاد خلني انا بشوف الرجال. سلام عليكم حجي. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير. حياك حياك. انا بمبا اوقف مني له. قال لك حياك خلاص لا تعاند الرجال. هدي من رواق. وش رايك حجي في هالمجوهره الثمينه؟ وش رايك فيها؟ ارني اياها شوي شوي حجي عاد شوي شوي. سوف اتفحصها. فحصها بعد. تعال ابو علي مني تعال عندي اياك اسرار تعال. شكلها صدق. ما
يندر الله. يا عبد القادر. هلا عمي. ائتيني بجهاز الفحص. جهاز فحص بعد. اكو بجيك يعني صير. اسرع اسرع يا عبد القادر. جود عمي. علي بجهاز الفحص. ها حجي. كم تجيب؟ كم سعرها يعني؟ هد هد مره. خلنا منشوف خلنا منشوف. ما يعطيك كفه الحين. شوفه قاعد يطالعنا يطنز علينا. خليت الرجال يطنز كله منك لكن. شفته؟ يضحك علينا. يطنز عليك. ها حجي كم تجيب؟ هذه جورة هذه الجوهرة ثمينة. ثمينة. ولا يقدر ولا تقدر بالملايين. ما تقدر بالملايين يعني فلوس. كم يعني ملايين حجي كم؟ انت سوف تحدد المبلغ. زين كم عاد ما قلت لنا؟ كم يعني انا احدد المبلغ؟ جيب تشيك خلني اكتب. لا اتعامل بالورق. لدي خزنه كبيره. هل تراها؟ اشوفها. وش فيها الخزنه؟ يوجد بها كل ثمين. كل ثمين. وبعدين وبعدين حجي وش فيها؟ يوجد بها كل ثمين. وبعدين عليك بالدخول في هذه الخزنه. اه. وخذ منها قدر ما تشاء ولكن بشرط. وايش الشرط؟ تحكمك ساعه الرمليه. ساعه رمليه؟ يعني وين ساعه رمليه ابو علي؟ اكو قال لك ساعه على رمل. اكو شوف اكو جابها هذه الصبي ماله جابها. كان قال ساعة. قال لك ساعة بس على رملك يا ما على. كان قال ساعة وخلاص. انزين حجي وين المفتاح عشان ندخل مبطلة؟ شكله يطنز. يطنز عليك وانت مصدق بعد. لماذا العجل؟ قدم الروعك. انزين خلنا ندخل حجي ونشوف نبي فلوس. يا عبد القادر. هلا عمي. علي بالمفتاح ال اكو قال لي جيبه. شكله وراها فلوس ابو علي. جابه جابه كبير. جود عمي. يا بني. هلا حجي. عليك بالدخول وخذ قدر ما تشاء. عليك بالدخول يا بني. لا تنسى الشرط. روح روح عني. روح خليه يولي. وش هالفلوس؟ وش هالمجوهرات؟ بعيش بخير صرت غني. بشتر لي بيت. وش هالفلوس؟ وش هالفلوس؟ الله! هذه يبى لها قعدة. يبى لها قعدة واسوي حسابات. الله! الحين بشتر لي بيت. نبهني بالوقت. وبودي ذهب حق مرتي. اشتر لي سيارة. اشتر لي بعد. يا عبد القادر. عمي ما باقي شيء عن الوقت ها؟ احسنت. نبهني بالوقت. عبد القادر. هلا عمي. تعال. هل انتهى الوقت يا عبد القادر؟ باقي شوية. القليل. نعم القليل. هل انتهى يا عبد القادر؟ خلاص عمي خلص الوقت. سوف أمره بالخروج. ما هذا؟ يا هذا يا هذا. ها حجي وش صاير؟ أفق أفق من غفلتك. وش صاير حجي؟ لقد انتهى وقتك. بس أنا ما أخذ شي حجي. عليك بالخروج. ما اخذ شيء يا حجي انا. لقد انتهى وقتك. ما علي عطني شويه باخذ وبطلع.
عليك بالخروج. يا حجي خلني شوية، خلني شوية، باخذ لي شوية وبطلع. يا عبد القادر. هلا عمي. عليك به. لحظة. يا حجي خلني، اسمعني 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 انت شوية. اقف. خلني باخذ شوية. يا عبد القادر. عليك به يا عبد القادر. خلوني باخذ دقيقة دقيقة، باخذ كم من شيء. عليك وأنا به. طالع. لقد اعطيتك شرط واحد. لا يا حجي لا. لا تفعل. خلني باخذ شوية. لا تفعل. لا تفعل. يا حجي. لقد اعطيتك شرط واحد. وانت وافقت. وصديقك شاهد. عليك بالخروج. لقد اخذتك الغفلة. مثل ما يقول المثل، لما عنده حظ ما عنده سعادة يا ابو علي. تويش صاير بعد؟ وقل لك بعد. وقص عليك الحجي ما فيها شي داخل. لا دخلت فيها، فيها بس انا ما عرفت ليها. كيف ما عرفت؟ لا يكون جاهل. شيل البيزات حطهم في كيسه. من دخلت شفت البيزات قمت افكر في الدنيا ونسيت كل شيء. وطلعت ايد خايل ما فيها شيء. اخي والله يا ابو علي. كما اخبرتك يا بني وحذرت مرارا، قلت لك اياك والغفله، وها انت غفلت ونسيت ثمن مجاهراتك. ومثلك الناس، الناس في غفلة، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. اي والله هذا برهان قوي يا ابو علي. اي والله يا ابو علي برهان قوي، مثل اللي يحمل في قلبه على اخو المؤمن. ولا ما يصوم. ولا ما يصلي. ولا يسوي اشياء مو زينة ويروح مني ومني. اخ يا ابو علي اخ. وانا اقول لك يا ابو علي انتبه الى روحك، وما بتنفع كل اعمالك. وعد النظر يا ابو علي. عاد النظر. صلى على محمد.